سلام الرب يسوع المسيح معكم من برنامج تكفيك نعمتي. اليوم موضوعنا عن الزواج. كلنا بنقول، ممكن كلنا، معظمنا، ممكن قليل منا، ما بعرف، بنقول انه نحن واجهنا معا ازمات ما بنقدر نعدها على مر السنين. نحن عم ننشئ هيدي العيلة وربينا ولادنا، برغم من كل الظروف عانينا بشدة من فقدان احد اولادنا. مشكلات كبيره وصغيره امتحنت ايماننا وحياتنا معا، بس نحن التصقنا ببعض اكثر. شو طلب الامر؟ طلب الامر التزام نابع منا نحن اثنيناتنا، المراه والرجل، الزوج والزوجه، ونعمه عظيمه من الله إذا التزم الأمر للالتصاق معا، للتضامن معا، لحتى نكمل الحياة الزوجية. التزام نابع من كلينا ونعمة عظيمة من الله. اليوم نحن كتير فرحانين من تصميم الله المكتوب بسفر التكوين 2:24: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. نحن بنعتز بهيدي الخطة الرائعة يلي أعطينا إياها الله. اليوم نحن تصميم الزواج، خلينا نشوف تصميم الزواج بعده هو مثل ما الله وضعه. هل نحن رح نقدر نوصله لأولادنا؟ هل نحن رح نقدر نقنع أولادنا أنه هيدا هو الزواج؟ اليوم نحن سوا بدنا نعرف، بدنا نتشارك عن شو هو مفهوم الزواج، المشاكل اللي بتصير كيف بدنا نحلها، وفي رسالة بدنا نوجهها لأحد أولادنا. خلينا نشوف نحن شو منقول عن الزواج لأولادنا. مشاهدينا، نحن منقول أهلا وسهلا بالأخ خليل، أخ خليل عبد الأحد، أهلا وسهلا فيك. مرسي نضولي، مرسي كتير على الدعوة الكريمة. مرسي لحضورك، ومرسي لحضورك أخ سمير أيوب. مرسي، أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم أنا كتير مقدرة وجودكم، من خلالكم نحن بدنا نوصل رسالة لكل المشاهدين عن الزواج، خلافاتنا كيف نحن منحلها. وأنا اليوم حابة أوجه رسالة لبناتنا، لبنتنا اللي بدها تتزوج، مخصص، أنا مخصصة البنت اللي بدها تتزوج. خلينا، ما بعرف، أول شيء العالم بتقول عن الزواج، حضرتك أخ سمير شو بتقول، كيف نعرف الزواج؟ أول شيء خلينا نقول إنه شو رأيك بالزواج؟ خلينا نقول إنه نعكس شوي سؤال، ليش يعني لو ما كان في زواج شو كان صار بالعالم؟ هذا سؤال في حيال إنسان يطرحه. ما كنا موجودين لا أنا ولا أنت ولا حدا من هالناس، لأنه ما كان في تكاثر للشعب. So مبدأ الخلق عند الله لما خلق آدم شافوا أنه وحيد، فقال بدي أعطيه معين له، والامرأة كانت الاختيار ليكون هو معين، تكون هي معين لآدم. مشان هيك مثل ما ذكرت بالمقدمة، والمقدمة كتير حلوة، أنه لما خلقهم ذكرا وانثى، بيقول فخلق الله الانسان، هذه بالتكوين، على صورته، على صوره الله خلقهم، ذكرا وانثى خلقهما وباركهم. لما باركهم الله يعني معناتهم بدوا يتكاثروا، صار في عدد، ينمو بالاعداد. وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وكل حيوان وعلى كل شيء، لان الانسان كان مسلط على كل شيء. بيرجع بكفي، وهيدي كتير مهمة، بيقول لذلك مثل ما ذكرت يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بزوجته. ليش ما قال أنه المرأة تترك أمه وأباه وتلتصق بزوجها؟ لأنه عند المرأة المسكن، هي بتدبر البيت وهي بتجيب الأولاد وهي بتحن عليهم وبتحافظ عليهم، أما الرجل فعليه أن يذهب للمعيشة لحتى يأمن البيت وأمنها. بتعرف أخ سمير، بجوابك فتحت لنا باب لعدة أسئلة، بس ما جاوبتني على السؤال. الزواج بالنسبة لك، ما هو الزواج بالنسبة لك؟ نعمة أو نقمة؟ لا ما بعرف، لا مش هيدا سؤالي. في إنسان يعمله نعمة، في إنسان يعمله نقمة. كمان فتحت لنا باب. حسب مفهوم الزواج، لأنه الزواج هو أمر من الله وهي بركة من الله، والله هو شاهد على زواجك وزواج شريكك. بقى الزواج بالنسبة لي من أحلى نعمة
نعمة كمان كثير جدا. نعمة. لأنه الله أمرنا بكتابه أنه نحب نسائنا كما أحب الرب يسوع الكنيسة. سو الزواج بالنسبة إلي هي بركة وهي فرحة لأن بأنه نقشع أولادنا والولاد فرح وولاد وولاد كمان بيكون فرح لأن أكثر كل ما نكبر يعني بالعمل. الحقيقة الزواج اللي نحن اليوم بدنا نبحث فيها وبدنا مش نكتشفها بدنا نرسخها بعقولنا ومع المشاهدين بدنا نوصلها هيدي هي بدنا نوصلها لأولادنا. خليل شو رأيك بالزواج؟ هو نعمة بشكل أكيد لنحرص أن لا يكون نقبة بأن نبني البيت على أسس سليمة وأسس صحية فعلا. بالنسبة لي شخصيا هو نعمة، الرب باركني بزوجي صالحة وامرأة فاضلة، وأشكر الرب لأجل أولادي اللي عم نربيهم في مخافة المسيح. القصد الأصيل لخلق الإنسان ناهيك عن أن يطلب الإنسان ويعرف أكثر عن الله على صورته ومثاله، ولكن أيضا أن هذا الدعوة الأصيلة بدي أرجع لمقدمتك المهمة جدا أنه عن أي نوع من الزواج نبحث، لأنه بلشت تضيع بأيامنا الحالية. صحيح. الدعوة الأصيلة هي الذكر وأنثى، أنثى معينا نظيره للذكر. هالصيغ الغريب العجيب اللي عم تطلع هلا بايامنا الاخيره بنشوف صيغه جديده للزواج، والتغيير في تصميم الزواج الاصيل هذا شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. فكتير منيح ان نحافظ على هذه الصوره الاصيله اللي الله قصدها للانسان في ان يكون في هذا الاتحاد كرجل كذكر وكأنسة في الزواج المبارك المقدس. طيب شو رأيكم حتى نشوف المشاهدين شو بيقولونا ما رأيكم بالزواج حتى نفوت بموضوعنا وأسئلتنا. أول فوكس بوب، شو رأيك بالزواج؟ الزواج للي مش متجوز بريحه، واللي المتجوز كمان بريحه، يعني بعيشة أحلى إذا واحد متزوج، لأنه بتصير العيشة أهين من جهة في رفيق بالحياة. الزواج حلو بس يكون في احترام بين الطرفين وثقة بين الطرفين، وما يكون في مشاكل أو يعني عدم ثقة. الزواج إذا شخص المناسب هذا بيكون أفضل خيار ممكن إنسان ياخده. الزواج إذا هن مبسوطين مع بعض حياة كتير حلوة. في تعليق على المشاهدين لأهله؟ لا حلو اللي قالوا، بس من أهم قصص الزواج أساس الزواج هو أن يكون زواج مقدس. لأنه اللي دعينا على الزواج هو الله، والله هو قدوس. فنحن لما بدنا نبني عائلة بدنا نبنيها عائلة مقدسة تعرف الله، تمشي حسب مشيئته، وتكون دايما راكعة وشاكرة الرب على الحياة اللي أعطاها إياها. وقصص الزواج هو انه الرجال لازم يحترم مرته قبل الحب. انا عندي قبل الحب انه الانسان لازم يحترم مرته ويحترم اهلها ويحترم كل محيطها من محل ما هي جاي، كما هي المراه كمان لازم تحترم جوزها. بهيدي الاسس بينبنى الزواج، بس بلش يحترموا بعضهم وبيجي الحب معهم اكيد. عرفت علي؟ بقى هيدي من قصص الزواج هو الاحترام. هلا بناء على اللي قالوه المشاهدين، هلا في كتير اوقات مقاطع بنقرا عن الزواج بيسخفوا الزواج. خلينا نحن مع المشاهدين نرجع للاصل، مثل ما الله خلق الكون وقدس الزواج، اذا بدنا نبلش نقول الزواج شو هو من خلال الكتاب المقدس من خلال الله. إذا بدنا نرجع لأقدم النصوص لنتحدث في سفر التكوين والآية الكريمة اللي حضرتكم ذكرتوها، تكوين 2 والعدد 24، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. يلتصق،
هذا التعبير في اللغة الأصلية يعني ضباق. ممكن احنا كساميين بيعني لهذا الموضوع شيء مثل دبق لزق. يعني هذا الكيان وهذا الكيان عم بيلتصقوا مع بعض. هذه الطاولة يمكن هي مجموعة من الأخشاب ولكن احنا بنشوفها طاولة واحدة. صار فيه هذا الانصهار، هذا الاتحاد اللصيق بين هالكيانين، يكونان جسدا واحدا. هي دعوة أصيلة للرجل والمرأة أن يكونوا في ذي الحياة في يعني على المستوى الجسدي، على المستوى النفسي والمستوى الروحي أيضا. العلاقة الشخصية مع الله تبلور الزواج وتظهر في أبهى حلله لما يكون الرجل له علاقة مع الله والمرأة لها عندها علاقة مع الله في القصد الإلهي، في عمق القصد الإلهي من الحياة. ساعتها الزواج طبعا يروح على أبعاده الطبيعية اللي الله بده إياها. الأخ سمير لما قرينا الآية ذكرت هون إن الرجل يترك أباه وأمه، رجل ما قال المرأة هون. نعم. كيف شو القصد منه؟ القصد إنه المرأة هي اللي تصنع البيت، المرأة هي اللي بتعمل، المرأة بتهتم بكل تفاصيل البيت. مشان هيك هي كمان تربية الأولاد بيكون عليها، وحنان المرأة دائما بيكون أكتر من حنان الرجل، ويكون خوف على الأولاد أكتر. حتى هذه الغريزة موجودة عند الحيوانات، لأنه اللبوة بتخاف من الأسد اللي هو بيكون بي الأشبال على أولادها، ودائما بيكونوا الأولاد لعمر معين ماشيين مع اللبوة مش ماشيين مع الأسد. هيدي بتترافق مع الحيوانات التانية كمان، كمان حيوانات التانية بيكون انه المرأة دايما او الانتا سوري بعتذر الانتاية عند الحيوانات هي عندها المخافة على اولادها وبتضلها متابعيتهم لعمر معين وبتدربهم على الصيد وبعدين تتركهم لحتى يمشوا بحالهم. ونحن عنا الركيزة يعني هي المرأة الزواج، هي المرأة هي المرأة الزواج. والرجل عليه انه يتابع العائلة. واكيد المرأة بتكون خاضعة للرجال حسب خاضع حسب الرب، مش خاضع بكل الامور يعني حسب مشيئة الرب بكون خاضع لعقله، بكون خاضع لعقله. يعني اذا بيقول لها بدنا ننزل نحن وياك على البار بكون خاضع لعقله اذا كانت هي مؤمنه. لا، هيدا منه خضوع بالرب، خضوع المراه للرجل ان يكون مقدسا ونترجع نعرف شو هو مقدس الرب. طب هون الزواج يعني هون مصدر الزواج بيتغير لما يتجوزوا اثنين، يترك الرجل ابوه وامه ويلتصق بامراته، يعني بيتغير مصدر سلطته، ما بعود مصدر سلطته اهله يعني. بس اكيد بده يحترم اهله، بده يحبهم، بده يشوف شو بدهم، بس انه مصدر السلطه صار في تكاتف بينه وبين المراه. هن اثنين كلتشر مختلفين، الرجال جاي عايش مع بي وامه والمراه عايشه مع بي وامه، بده يختلطوا مع بعضهم باختلاف الكالتشر يعني ثقافة تبعيتهم. هيدا بسبب نوع من الخلافات. هلا المؤمنين دائما بيوكلوا الموضوع هيدا للرب، احنا بنبقى نحكي عليه يعني بيرجعوا للمصدر الاصلي، مصدر واحد هو الكتاب المقدس. مشان هيك انا بس بدي اقرا هون بالعهد القديم ملاخي شو بيقول، من اجل ان الرب هلا كنا بنحكيها هو الشاهد بينك وبين امرأتك. انا ما رحت تجوزت مرتي وخلصت الخبريه انه جوزنا وخلاص وهات لنكفحنا، في شاهد على الزواج طبعا اذا كان عندنا التزام كنسي والهي. مين؟ هو الله هو اللي مكون والعاطي الامر للزواج. بدك تمشي حسب مشيئته هو، بدك تكون الرجال بده يكون كثير حمي مرته بده يقويها لانه هي معينه لإله. يعني هون عم بتقول لي الرجال بده يكون بده يكون حامي مرته، يعني بالزواج لما يترك ابوه وامه ويلتصق بمراته يعني صار في مصدر جديد للتواصل، يعني صاروا عم يتشاركوا اهدافهم خططهم، يعني خلص الاهل صاروا لهم دور وصاروا هن سوا بيتشاركوا، يعني صار في منهج جديد بحياتهم 100%. صار في كيان جديد، صار في بيت قائم جديد في المجتمع منفصل عن ما سبقه، صار في حالة جديدة، مملكة صغيرة إذا بدك بين الرجل والمرأة كيما يدبران أمورها مع بعض بالتعاون وبالانسجام وبالوئام. فصار في هذا الكيان منفصل كليا، والشاطر
اللي بيعرف كيف يفصل أمور هذه المملكة عن ما عداها أو ما سواها من الكيانات الأخرى. يعني ما بقى عندنا هالتداخل العميق اللي كان قبل، مثلا شؤون البيت مستقلة ما فيه تداخل مع تنقول بيت أهلي أو بيت أهلة، لأنه هيدا رح يعمل مشاكل. ففي هالاستقلالية هالحالي الجديد اللي صارت، هذا بيت قائم مستقل بكل ما الكلمة معنى عن يعني ما سبقه. يعني قديه بيكونوا الكوب الجديد اللي عم بيعملوا زواج، قديه بيكونوا بيعرفوا يتشاركوا خططهم أهدافهم أمالهم مخاوفهم، أوكي؟ قديه بيقدروا ينجحوا، قديه بيكونوا ركيزتهم على كلمة الله، قديه بيقدروا ينجحوا؟ يعني منقدر نقول أكيد لما بيكونوا ماشيين حسب مشيئة الله بده ينجحوا، لما بيكونوا على قلب واحد بده ينجح. مش أنا أحسن منك، بفهم أكتر منك وبعرف أكتر منك، هذا يكون عم كسرك لألي. الإنسان اللي بيضلوا يهد بمرته حتى لو كان عنده معرفة قليلة، بدل ما يشجعها ويعومها لحتى تضلها واقفة حده بيهلكها. وحتى إذا كان عنده معرفة كتير يمكن بيصير هيدا العكس صحيح. صح، هيدا العكس صحيح. يعني تكون هي متسلطة عليه بالأفكار كمان بتهده. لا، هي بدي اقبل شريكتي مثل ما هي حسب وعدي لله، لانه انا بدي اوعد الله انه بدي اكون معه بالسراء والضراء حتى يفرقنا الموت. ما معناته اذا انسان، اذا كان المراه او الرجال، اذا حدا مرض من بيناتهم خلص شو بدنا فيك المرض، يعني خلينا خلصنا تعب نو بدي ضلني معه على الاخر حتى لو نشفت انا، بنشف انا وياها، لانه هيدا الاحترام، هيدا الكوميتمنت اللي اخذته انا، عهد امام الله. هو الزواج بدك تعهدي امام الله انه تصيروا مع بعضكم اثنينكم حتى للاخر، لانه اعطاء الاخر هي بتخلينا نشعر بالفرح. مثل ما الله اعطانا ابنه الوحيد، مثل يسوع المسيح ضحى بحياته كرمال خطايانا، نحن اقل شيء نضحي مشان الشريك الاخر. يعني هون انا فهمت من اخ سمير انه نحن ما بدنا نحاول نغير طباع الاخر، بدنا نقبله مثل ما هو. هون في صعوبة؟ أكيد في صعوبة، مثل ما يعني تفضلنا وحكينا عن تباين الثقافات، ممكن الخلفيات، بس كل هالصعوبات تتزلل طالما في النية موجودة أن يكون في مسار مشترك وفي طلاقة مشترك. أي طالما النية موجودة يعني في قرار من اثنين نحن بدنا ننجح الزواج 100%، فكل هالعقبات تتزلل مع الوقت. ولكن إذا بدنا نرجع والثقافة منين بياخدوها حتى ينجحوا الزواج؟ مش الثقافة، المعلومات، مثل ما قلنا هلأ أنه نحن الزواج اللي بننقله لأولادنا، رح ننقله لأولادنا، بتيجي مع الوقت، بتيجي بالعشرة مع الوقت، بتيجي من الأخطاء اللي بيعملوها، بتيجي من القصص اللي بتعرف عليها، بيبنوا بيتهم على الأساس، بيغلطوا بمحل، بيزبطوا بمحل، بعلموا أولادهم القصص اللي هني كانوا عم بيعملوها غلط هني وصغار، بيعملوا هالتنشئة هيدا اللي يمشوا بالحياة. الحياة منا هيني. الرجال لما بيتجوز أو المرة متجوز ما يفكروا حينهم رايحين على مثل ما بقول لافي أون روز، في قدامكم طريق مخيف كتير كتير، وفي تعب وفي جهد وفي بنرجع بنقول كوميتمنت اللي هو الالتزام، لكن كلها بتسهل لما تكوني مع الرب يسوع. امين امين. دائما انا بقول لهم انه الزواج مثل الاتوليه، مثل عندك معمل بدك تزبط من هون، تنشر من هون، تلمع من هون، مزبوط 100%. و يعني هالخبرات المعاشه بعتقد اهم من الاشياء اللاهوتيه التنظريه. الخبره المعاشه، ولما تكون خبره متراكمه مع الوقت فهي تنتج فعلا اختبار عميق صحيح يؤدي الى قرار والى زياده الالتزام. منابع الزواج هي عهد، وهو عهد من كلمه الرب نفهم وبنعرف انه كل عهد يتسبب بالدم. في الزواج هناك دم، نحن بنعرف ان عهد الدم في غشاء البقره في دم، نحن كلنا بنعرف هالشيء. هذا بيعني انه هذا عهد. هناك على الصليب دم الرب يسوع المسيح كان العهد بينه وبين السماء. العهد لا تنفصل مع رواه بكل بساطة وبسهولة، هذا عهد أبدي، عهد أزلي، عهد تعمد وتكلل بالدم. هيك الزواج يكون فعلا
منا شغلي سهل انه اقدمنا على هذه الخطوة، وللأسف عم نشوف العدد الكبير من الطلاقات في هالايام الاخيره، بالرغم من انه العرس بيكون كلف كثير للصراحه، حطينا بكل بعد مدف ما وفي حقه. ممكن فعلا ممكن تصير، ولكن لانه ما عم نفهم اهميه هذا الاستحقاق اللي احنا عم او الخطوه المقدمين عليها. صحيح. كثير خطيره، منا شغله سهله. اذا ما في فعلا نظره او فكره لاهوتيه صحيحه، اذا ما فعلا ما في علاقه صحيحه مع الله، إذا ما في فعلا اتفاق صحيح، وهذا الزواج يكون في الرب، بمعنى فعلا هذا الرجل وهذا المرأة يكونوا فعلا يعني هذا خيار الرب لهم أن يكونوا مع بعض، بمعنى يعني في بركة الرب على الموضوع، ما بيكمل الزواج. وعم نشوف للأسف خواتيم مش سعيدة عم تكون بكثير من الأحيان، لأنه ما عم نراعي الطرق السليمة لما نختار أن نقبل على هذه الخطوة، وعم نتسرع وعم نتأثر بأفكار المجتمع اللي عم بثها علينا من هنا ومن هناك، أفكار كلها صارت غريبة عجيبة عن مفهوم الأصيل المسيحي. لنقول الزواج المسيحي هو زواج طاهر مقدس مبني على البركة الإلهية، وعلى أيضا هو في المشيئة الإلهية بالدرجة الأولى. فلنحذر فعلا شبابنا يعني المسيحيين أنه نختار فعلا أي نوع من الزواج عم نقدم الخطوة عليها، منا سهلة. أي نوع من الزواج نحن بدنا نفوت عليه، هل زواج روحي فعلا أساسه المسيح، أو هيك بس أساسه يعني ثقافات عامة عم ناخدها من المجتمع. قبل ما نفوت على النقطة الثانية اللي هي في حال المشاكل، شو هي المشاكل اللي بتصير وكيف نحن منحلها، انه هيدي بصوره عامه رح ناخذها، بدي ارجع اكد انه الزواج هو كيان، والزواج كيف بدي ارجع لخص الزواج بالنسبه لك والزواج لحتى نفوت بالنقطه الثانيه. زواج هو اتفاق بارتباط وعهد انه يكفوا المسيره حتى يفرقهم الموت. واو. بمخافه الله. ما بتوقف هالمسيره أو بيحصل طلاق، لأنه الطلاق بالمسيحية ما أنه موجود إلا بحالة واحدة اللي هو حالة الزنا. أوكي. بقى مفروض الشريك يتقبل من الشريك التاني كل أمور لحتى تقدر، يعني اليوم أنت حامل حمل، إذا شريكك تعب بدك تيجي تساعديه، وإذا أنا تعبت بده يجي هو يساعدني لحتى نقدر نكفي الطريق. وإلا ما في واحد يخور بالطريق يقول أنا بدي أترك، ما بقى فيني كفي، نحن ما نكفي للآخر. هيدا عهدنا، هيدا هيك تعهدنا أمام الله، وبنصير حتى المنتهى. يعني إكرامه ودعمه وخدمته كله لمجد الله. 100% بتكون عندك أيام مش منيحة، أيام منيحة، بيكون فيها فرح، بيكون فيها حزن، بس الكتاب المقدس بخبرنا وليعرف الجميع إنه 80% من حياتنا هي كرب ووجع ومضايق. ليه عم بتقلنا هيك؟ انا عم بقول لكم قلنا يسوع لا تخف. نحن ما عم نحكي، عم نحكي الانسان حسب الجسد. حياته هون معك حق، معك بدك تخبرك بعد الابديه شو في، بخبرك بعدين، بس انه بعد هيدي بحلقتين في حياه مجيده وحلوه، بس هون نحن ابناء الشقاء. صح. لانه بين الاساسي ادم اخطا ونحن حاملين، بس اذا اجى الرب يسوع مات عنا وفدانا وخلصنا من فتحنا الباب ولا للحياه. للحياه. قال انا هو الحياه والحق، لا احد ياتي الى الاب الا بي. الا بي. اخي لي، قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه، نهائيا الزواج كيان مقدس 100%. الزواج المسيحي المكرم طاهر هو بين ذكر وانثى. هذا شيء كثير اصيل وثابت. لانه ليه بنرجع من نعيد هالشيء؟ لانه المجتمع وكل هالتيارات الحديثة بدها تحاول تغير هذه أو إذا بدك خد هذه الصيغة وفي معها صيغ أخرى، يعني بي مش بس ذكر أنثى بيمشي، هذا شيء خطير جدا. لا، هي الصيغة الأصيلة اللي الله وضعها للإنسان ذكرا وأنثى، هذه صيغة الاتحاد الزوجي بين ابن الرب وبنت الرب في عهد مثبت بالدم أبدي على السراء والضراء، تشمله وتكلله نعمة الله وبركة الله التي هي
تعطي المعنى لهالزواج وهي بتحمل الزواج. نعمة الله عم تحمل الزواج، عم تحملنا وسط الاضطرابات وسط التعب، هي عم تعمل الفارق كله. نعمة الله اللي عم بتشتغل بحياتي وبحياة شريكة حياتي. نعم وهيك الله. بنوصل إلى بر الأمان في أمين. المسيح يسوع. أمين. هيدا بالنسبة في حال تم الزواج، نحن بزواجاتنا كل واحد ما بعرف كم سنة صار له مزوج، بيصير في خلافات، ما بعرف شو هي خلافات، بيصير في حلول، ما بعرف شو الحلول. خلينا نشوف المشاهدين شو بيقولوا لنا. العائلتين يصيروا عائلة واحدة، يعني الأهل المرأة يتقبلوا الرجال وأهل الرجال يتقبلوا المرأة، وبالخاص بحالتي كانوا من بلدين وعائلتين مختلفين، فالحلو إنه نبعد عن الأهل ونحل بين بعضنا، وبعدين لما يشوفونا متفقين الأهل بيقولوا أوكي. إفقاد الاحترام بين الطرفين والإهمال وعدم الثقة وهيك شيء، يعني أصعب موقف ممكن يصير إذا كان واحد عم بفكر بحاله، إذا واحد عم بفكر بالآخر بده الأفضل للآخر والتاني نفس الشيء، بتخيل قليلتا يصير فيه خلافات بين عائلة. نحن عنا 5 أولاد ومنعرف بكتير مواقف نوقف فيها مع بعض، الكابلز بده الأفضل للتاني بتحس كتير مشاكل متفاديها. إذا بيحترموا حالهم بيعيشوا مبسوطين كتير منيح. بون، خلينا نرجع عندك تعليق على الأشخاص اللي مرقوا؟ بشكل عام التعليقات كتير إيجابية وكتير جيدة. طيب في حال صار قديه صار لك مزوج؟ 10 سنين؟ صار لي 9 سنين. إن شاء الله العمر كله. لحد هلا أنت برأيك أخليل شو أصعب خلافات بتصير بين الزوجين؟ بغض النظر عن الأشياء العائلية، وهذه بعتقد كثير مهمة إنه نفصل أي شيء قديم عائلي، ما نفوت العائلة القديمة اللي جينا منها على العائلة الجديدة اللي خلقت، ما نورتها مشاكلنا، ما نحط هيدي المشاكل في هيدي الكيان الجديد أو العائلة الجديدة اللي صارت. علاقات ممتازة بتكون مع عائلة كل شريك طبعا، ولكن أهم شيء ما يتدخلوا في هذه المملكة الصغيرة اللي صارت قائمة بحد ذاتها بين الرجل والمرأة، ما حدا بيتدخل فيها أبدا، وضروري يكون عندنا هالمسؤولية الحساسة والأولوية القصوى أنه نحافظ على سلام وعلى الراحة، ونحافظ على جو النعمة بقلب هذه المملكة الصغيرة اللي هي الزواج. البيت اللي هو فقط يخص الرجل والمرأة، ما حدا خصه فيه أبدا، من لا من قريب ولا من بعيد. هذا الموضوع كتير أساسي لازم يكون، يعني هو بتثبت بكلمك أنه هو كيان جديد. حلو. 100%. أخ سمير، شو هن المشاكل؟ لا مش مشاكل، بس بدي مثل ما قال خيي، هي مملكة لوحدة قائمة بكل احترام، بنحط حدود للأهل، لتدخلات الأهل، ناخد القصص اللي بتفيدنا، لأنه هن جايين من جيل معين ونحن ماشيين مع جيل معين. مشاكل كتيرة، مشاكل كتيرة، بس هي بتنقسم. يعني الإنسان اللي بيعبد الرب يسوع مشاكله بتزول بآخر النهار، اللي ما عنده معرفة رب عنده قوة الكتاب مشاكله بتزيد تاني نهار. بعدين هي تختلف على المنتاليتي، يعني اليوم أنا زلمي ما حدا بيفهم قدي، وأنا أذكى إنسان بالعالم، هيدا بده يكون كتير صعب الحياة، ومشاكله بتبلش ما بتخلص. لكن نرجع لقصة الاحترام بين الرجال والمرأة، لازم يضل في احترام لحتى هالاحترام ما يخلي المشكلة تكبر. بس حيلا شغلة بالبيت ممكن تنشئ مشكلة، ونحن اليوم عم نحكي انه جواز كتير حلو، والعالم يمكن اللي عم يسمعونا بقول نيانو هدول ايه شو عندهم هالزواج حلو، لكن بالفعل اذا كان في احترام مع مخافة الله ولقمة فقيرة منيحة بالبيت، بيكون الزواج بنعمة مش بنعمة. لكن انا بعرف ناس مجوزين ممنوع مرته تحكي معه، ممنوع تلفنه، وقت ما بده بيجي على البيت، وقت ما بده بيحكي معه، وقت ما بده ما بيحكي معه، هيدا بطل زواج.
بعدين في ناس بحيلا مشكلة يعني. يعني رح خبرك عن شغلة صارت. رجال جاي من الشغل تعبان واجه هو ابنه بدي يطلع، ما رح تطلع أكل، الأكل طلع محروق، ما فيه ملح، ما فيه صوص، ما فيه شيء، وهي منا منتبة مشغولة كل النهار. أكل الرجال، أكل الصبي، الصبي ما قدر يأكل، قال له بيوك هون، أكل ومخلص. قال له بيو بابا كيف أكلت هالأكل؟ ما الأكل ما بيسوى. قال له أمك كل نهار تعبانة، إذا عملت مرة أكلي ما بتسوى، ما معناته أنه منا منيحة. فيكون جواب تاني، شو بك ما بتعرفي تطبخي؟ الكلمة الحلوة موجودة والكلمة المنة حلوة موجودة. بدي ابني بيته امشي فيه، بدي اعرف كيف بدي احكي، بدي اعرف كيف بدي اعيش مع شريكي. بدي خرب البيت بعيط للشيطان بلحظة خرب. بلحظة بيدخل. طب ذكرتني بقصة ست قالت انه مرة بعد 20 سنة عملت اكل ما زبط معها، طلع محروق، طلع ما في ملح مثل ما بتقول. اكل زوجها بدل ما حتى يغضب انه شو هالاكل، اجا غمره وباسه، قال لها ذكرتيني وقتها كنا عرسان جديد ما كنت تعرف تطبخي. فقلت له دايما انا بدي اكون عروسه جديده. كثير حلو ولا في كمان انا هون مش بعترض، بقول انه صحيح انه كيان جديد، كيان جديد الشاب والبنات، بس بدهم يحافظوا على احترام اهلهم. اكيد الاهل ما بيدخلوا، بس يحافظوا على احترام اهلهم ومحبتهم والاهتمام فيهم. هودي نقاط كثير مهمه، لان نحن عم ننقل لاولادنا معنى الزواج مزبوط يلي الرب اعطينا اياه. يعني ما بده ياخذوا المفهوم من المجلات والافلام والعالم، ما بيلو بالرب. الولد عم يسجل أم وبيو شو عم يعملوا، عم يسجل تصرف أم وبيو، والولاد كتير بتأثروا خاصة من الطفولة بتصرفات بين أمه. من هون بصير في يا انحراف بتربية الأولاد يا بيمشوا. برجع بشدد، ضروري 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 الرجال بالبيت يكون ساجد للرب، والمرأة تكون ساجدة للرب، صح، ويقرأ الكتاب المقدس، لأنه بهيدا بيكون في تنشئة وبيحموه من العالم. صح حلو. No. انا كنت حتى هون ملاحظه انه لازم ننحنك كزوجين، كل زوجين لازم ينحنوا للصلاه امام الرب. اذا بدك الصلاه هي ركن اساسي في الحياه الزوجيه. اي مشاكل نجي بعد الظهر على البيت overwhelmed من مشاكل المجتمع، مشاكل الشغل، بدنا نجي على البيت بالنهاية، بدنا نشوف شريك الحياة مقابلنا، وهو كمان بالمقابل في عنده مشاكل. إذا هالمشكلتين نضمهم لبعض بأسلوب سلبي بيصيروا بركان وكل شيء معرض للانفجار. بينما قديش حلو الصلاة اللي هي هالتسليم، هالروح التسليم، روح الشكر بنفس الوقت للرب على كل معطي، خاصة مع نهاية نهار متعب نجي ونرمي كل هالأسقال، كل هالأحمال، ونرتاح اثنيناتنا كزوجين في محضر الله مرتاحين بسبب نعمته اللي عم بتغطينا والمتاحة لنا. نعمة الله في كل يوم عم بتكمل، عم بتغطي أي تقصير عم تيجي وتشكل فينا. السجود في محضر الله كتير كتير يعني مثل أكسجين الزواج أساس. العلاقة 100% هون المسيح هو أساس العلاقة. في علاقة صحية وحية مع المسيح يوم بعد يوم، في ارتباط أصيل بالمسيح، وعارفين كشركي الحياة أنه نحن رايحين على بيت الآب بعد ما خلصوني. عندنا في بروجكت، في مشروع لحياتنا، صورة الله في حياتنا مش بس لهيدا العالم، احتياجاتنا مش بس لهيدا العالم، هناك بعد أبدي لحياتنا، وهناك أيضا مش بس احتياجاتنا حالية مؤقتة، ولكن في احتياجات أبدية لأرواحنا أن نكون دائما في شركة وانسجام مع الله. فالصلاة هي عم تكمل، هي عم ترفع، عم تكون الصلاة طبعا في روح الكلمة، كون عم نقرأ الكلمة مع بعض، عم نفهم فكر الله أكثر، وعم نصلي فكر الله مع بعض، عم نعبد الله، عم نسجده بالروح والحق، وبنفس الوقت عم نتيقن نعمه بحياتنا
ودائما بروح الشكر، بالشكر تدوم النعم، كنا فهمنين هذا الشيء في حياتنا انه نعمة الله هي عم تحملنا، هي عم تكمل معنا في ضيقات 100%. وهون اذا بتسمحي لي الموضوع للصراحة، بعتقد الصعوبات الحالية هي اقتصادية، لانه تعظم المعيشة، الرب يسوع المسيح له المجد عم بيقول شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة هيدا مش من الآب، هي من الشرير. وللأسف ممكن بمجتمعاتنا عم بيكون في كتير تعظم المعيشة، ما فيها القناعة، فالبيت بيقول لك هي ما تقبل على مشروع زواج إذا ما معك بجي معينة من المال، وغالبا ما بيكون الرقم جدا عالي. معقولة؟ هل هيدا صار الشرط معيار أو المعيار كيما أدخل في هذه الخطوة المباركة؟ هذا شيء خطير جدا صار إذا بدنا نتكلم عن هالشيء. الصعوبات، التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي موجودة بمجتمعاتنا، هذا أمر واضح، ولكن ما نخليها هي عقبة أمام مشروع الزواج، وما نخليها تدمر هالمملكة الصغيرة اللي هي العائلة. لأنه إذا بدنا نتطلع إلى البحبوحة الاقتصادية بشكل أناني وبعيد عن نعمة الله في حياتنا، بدنا بكل بساطة يعني العلاقة والزواج بده يوصل لمحل 100%. الأناعة لما تكون مفقودة رح نوصل لمحل مسدود، ورح بلش الخلافات تتفاقم وتكبر، ويمكن نوصل لخواتيم مش جيدة. الأخ خليل، وصلنا على الحل انه نتكاتف بالصلاه، المذبح العائلي، نحط شؤوننا قدام الرب، انه ما بعود يعني كل اكبر مشكله بتدوب قدام هذا الوضع. اكيد من منطلق الحكي اللي قاله خيي انه في ضيقات معيشيه. انا بتذكر في فتره من حياتي صارت وبتصير مع الكل، ويمكن تصير ضيقه المعيشه معنا، ما دامتي كانت واقفه حدي قالت لي ناكل خبز، ناكل زيتون، بس ما تعتلهم، بكرة رح يكون أحسن. كتير حلو شريكك يكون سندك، يعني بوقت ضعفك هو يرفعك، وبوقت فرحك هو يساعدك، ووقت ما بتبكي بيبكي معك، وبيضلوا يطبطب على كتافك. إذا كان هي أو أنا لازم نكون، مشان هيك المسيح قال تكونون جسدا واحد، ليس بعد جسدين. بكل شيء، بكل شيء، بكل شيء. يعني الزواج هو التعهد انه يكونوا امناء مخلصين ويتحملوا كامل مسؤوليه مع بعض. هو طريق بده يمشي فيه اثنين بمخافه الله، بمخافه الله اثنين ليوصلوا للنور الابدي، لان الله نور ليس فيه ظلم البتة. في كمان في حل انا ما بعرف بحبه كتير، انه دايما لما يكون في مشكله بزواجنا نطلب من الله، مثل ما قلنا بنصلي نطلب من الله نقول له شو هي الضعف بحياتنا، واعطيني قوتك حتى كون قويه بهيدا الضعف حتى ينحل. عن جد لما بلحظات نحط ضعفنا، نحط مشكلتنا قدام الرب، ما نخلي الوقت يضيع، الرب بيتدخل، بخلي روحه نعمه، نعمه بتكتر. او اهم شيء، اهم شيء انه ننحل كزوجين للصلاه. كيف عندي نقطه كثير مهمه عن ال في حال هون نحن ارسلنا لاولادنا، اعطيناهم مفهوم معين عن الزواج بحياتهم معنا، في حال في نقاط ضعف هون، هل انه الكلام ممكن نساعد ولدنا يتخطي او يصححه بحياته الجديده؟ اكيد ذكر خي الحبيب انه نحن اللي عم نعيشه هو اللي عم نتعلمه ولدنا، هذا شيء صحيح جدا. الخوف انه نوصل لوقت ما بقى ينفع الكلام ولا الارشاد اذا شافوا الفينومين او النموذج مثل ما هو، ويمكن نموذج ما كتير مريح كان لهم. فالاولاد اكيد اللي رح ينطبع بذهنهم الشيء المعاش اللي اختبروه، اللي هو يمكن علاقه مضطربه بين الزوجين، وعلاقه ما كتير فيها الهارموني والتناغم. هون الخطر، يمكن بدها تعوزنا
فعلا الكلمات ما راح تفيدنا وقتيها لما نجي نشرح لهم هن مقبلين على هالخطوه لما يكبروا. وخطوه مفروض مرتكزه ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناء. يعني لما اثنين يبنوا حياتهم على كلمه الله ما بعود الماضي مثل ما قالت يجي على الحقيقه على الكيان الجديد. نعم. فنحن دعوه لكل حياه جديده انه تكون هي مبنيه على كلمه الله. اكيد اكيد. هو عيسو ويعقوب من بطن واحد بس كان كل واحد نقى طريق. لما بيكون في بالبيت اولاد كتير بيكون كل واحد عنده مفهوم معين وعنده طريقه سمع معينه. مش الكل بيسمعوا من الاهل. بس اللي ما بيسمع من الاهل في طريقه كتير مهمه انك تخليه يسمع. كيف؟ صلي له. واو. صلي له بقوه وتحطيه امام الرب والرب بيتعامل معه. اللي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب. مستطاع. طيب هون وبدون بدي اقول لك شغله. تفضل. الزواج الاولاد هن شغلتنا ومسؤوليتنا، مش بس نطعميهم ونربيهم، نعرفهم على الحياه الابديه ونعرفهم على الله وكيف بيقدروا ياخذوا الحياه الابديه. لازم يكون عندهم معرفه تامه للكتاب المقدس ويعرفوا هالمخلص قديش بذل حتى اعطاهم الحياه الابديه. واذا ما سمعوا اذا ما سمعوا بدك صلي له. ما بتتخلي كل حلولنا نحن هي الصلاه، هي علاقتنا مع الله. ما فينا نتخلى عنها. صح ما فينا نحن كل يعني شيء. ما في شيء بيفزع بهيدي الدنيا. قلت لنا 80% شقاء وغليه وتعب. لا ما بيفزعوا، كلهم بنحطهم بالصلاه. اكيد نحن 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 بنعيش ليك، نحن بنعيش على رجاء الحياه لانه نعيش على رجاء المسيح، لان المسيح هو الحياه لنا. وانت بتعرف الصعوبات اللي مرقت فيها انا ومين شيلني غير سيد المجد ربي يسوع المسيح. امين امين. بقى لازم نعمل حلقه معك اخ سمير ومع مريت حتى نحكي عن اختباركم الحلو اللي مرقتوا فيه. الحلو بدي شاركك بشغلي. حتى فضل. الصلوات في الزواج المسيحي لها كونسبت معين. في هالرساله المجيده، رساله بطرس الاولى، عم بيوصي الرجال كذلكم ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة. يعني بحكمة بذكاء مع الإناء النسائي كالأضعف، لأنه جسديا النساء أضعف من الرجال، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. حتى الصلاة المسيحية ممكن تعاق إذا أنا تعاملي مع شريكة حياتي مشوب بأمور شوي مش حسب مشيئة الله، ما في احترام، ما عم بعطيها يعني قيمة. كرامي أو قيمة تعاق صلواتي. فالعملية يعني متبادلة بين الصلاة وبين أيضا السلوك المسيحي. صح. المقدس واللي هو حسب الكلمة. أنا حطتها نوت أنه لدى الله خطة، هي رسالة بطرس الأولى عندها 20 توصية عن الزواج، 20 وصية، وأيها الرجال كونوا سالكين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا إياهن كرامة، برجع بعيد الآية اللي قلتها، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. طيب هلا إذا في شخص من عائلتنا، هون النقطة المهمة، مقبل على الزواج وخصوصا بنتك رب يعطيك بنت وبنتي، اذا في بنت مقبله على الزواج نحن شو بنقول لها؟ انا بقول لك انا اللي اختبرته مع ابني. بنتك ولا ابنك؟ ابني. أوكي. ومع بنتي هلا عم بختبره يعني. ابني انا كنت صلي للرب انا ومرتي انه يعطيه النصيب الصالح. ولما بتصلي بامان وتترك الموضوع بايدين الرب، مش انت تتدخلي بهالقصص. صح. وابني طايع لمشيئتنا وبيعرف الرب، والرب اعطاه نصيب الصالح. البنت كمان بدك تصلي لها وتطلب منا انه هي تطلب ايضا من الرب انه يعطيها نصيب الصالح، لانه الله يعرف جميع القلوب. صح. بتعرف اخ انا من هن وصغار بطلب لهم يا رب يلتقوا بالشخص المناسب حسب مشيئتك. واو. في عندي قصيده كتبها من زمان، صار لها 15 سنة هيدي القصيدة معي، وهلأ الرب سمح أنه نحكي عنها. كتبها سنة 1961 الأسيس جورج خوري،
جربت ابرم عليه ما عرفت، فخلينا على الشاشه هلا نحطها، خلينا نقرا عنا ونقسمها شوي اذا بتريد جورج. بيقول يا ابنتي، بيقول لها يا ابنتي، اذا عرفتي ان تكوني عزبه دون ان تصبحي عبدا، خاضعه دون ان تنتقصي من كرامتك، ان تملكي دون ان تسرفي في سلطانك، وان تكوني ينبوع فرح للذين يحبونك، وان تتحملي دون حسد نجاح الذين لا يستحقون، ان تكوني غنيه دون ان تجدي في الغنى زهوا، او فقيره ولا يذلك الفقر، اذا عرفتي ان تؤثري الصمت والعزله على عشراء السوق، اذا عرفتي ان تصفحي دون ان تبقي تحت وطأة الاهانه، ان تتقبلي الالم دون ان تتحطمي، إذا عرفت أن لا تحطي من قدر أحد لتكبري أنت، وفضلت الحياة على التفسخ، شو حلوة. إذا عرفت أن تحبي الله بكل جوارحك، وأن تنيري الشعلة حتى قبة القبر، واو. إذا أنت خليقة وأن تكوني امرأة فاضلة. خلينا نعلق على أول فقرة، شو بتقول أخ خليل؟ يعني طبعا قصيدة رائعة، ويعني مكانة ممتاز في الحلقة أيضا. قلب الأب على بنته يريد الأفضل، لو بنفس الوقت فزعان عليها شيء منه أساسي سلخ، خاصة البنت لما تطلع من البيت بيكون الشعور الخاص من جانب الأب شيء جدا هو المخول حمايتها منذ وجودها. بتعرفي نحن كمان مجتمعاتنا طبعا مفهوم العائلة والحماية، المفهوم يعني الباترياركال للعائلة، فالأب مش سهل يكون عم بيعطي بنته وبيكون بهمه لما وين رايحة لأي بيت، وهالشخص كيف بده يعمل هذه الأمور كتير أساسية. صلاة بدها صلاة، بدها طبعا يسلمها للراعي الأزلي الراعي الأعظم راعي الخراف العظيم ربنا يسوع اللي عم بيحمي العائلات كلها اللي بتلتجي له. مؤثرة جدا. إذا بدي أرجع شوف يمكن أول أعداد، إذا عرفتي أن تكوني عزبة دون أن تصبحي عبدة، خاضعة دون أن تنتقصي من كرامتك، أن تملكي دون أن تسرفي من سلطانك، وأن تكوني ينبوع فرح للذين يحبونك. شيء كثير حلو. قدر وفق عمل هيك اللعب على الكونتراست اللي هو عادة ما يكون يعني فرق كبير بين تكون عبدي وعزبة بنفس الوقت، ولكن اشتغل بطريقة حلوة، عمل صيغة كتير رائعة، خاضعة بس ما تنتقصي من كرامتك. أنا أعجبتني جدا هالتعبير هيدي. أخ سمير شو تعليقك عليها؟ أنا يعني عم بيعطيها صفة الذكاء، تكون ذكية وأن تكون كمان مركز فرح محل ما بتكون، مركز حياة. أنا بفضل 100 مرة إنه بنتي ما تتجوز على إنه تتجوز واحد مؤمن بالرب، لأنه هنيك بيكون الحياة المظبوطة. غير مؤمن بالرب. يكون هو مؤمن. أنا على أن لا على أن تتزوج من رجل غير مؤمن بالرب. 100%. لأنه مثل ما فضل خيي وقال، البنت لما بتظهر من البيت البي بيبكي. بي بيبكي لأنه هيدي نقطة الضعف عنده بالبيت، وهو الباك بون تبع، هو يعني الحجر أو هالوول اللي هو حمية راحت من إيده، راح معه قلبها لأنه خايف عليها كيف بده يكون مصيرها، ما بيقدر يطمن عليها غير ما يشوفها بسياق الحياة أنه عايشة بستر الله ومحفوظة يعني. لأنه النساء مثل ما حكينا هي الإناء الأضعف. ألا أن تتحملي دون حسد نجاح الذين لا يستحقون، أن تكوني غنية دون أن تجدي في الغنى زهوا، أو فقيرة ولا يذلك الفقر. في تعليق أخ خليل؟ لا يذلك الفقر. طيب بقول لها إذا عرفتي أن تؤثري الصمت والعزلة على عشراء السوق، إذا عرفتي أن تصفحي دون أن تبقي تحت وطئ الإهانة، وأن تتقبلي الألم دون أن تتحطمي. هيدي قصص منها هيني أبدا اللي مكتوبة
بالرسالة، منا هينة أبدا، عم بيعطيها قوة غير طبيعية لتحمل كل شيء ممكن يجي عليها من ضربات أو من سوء. وهيدي كمان بالنهاية ما فيها تتبعهم بلا قوة الله والروح القدس. بعد عندي مقطع، وإذا عرفتي أن لا تحطي من قدر أحدا لتكبري أنت وفضلتي الحياة على التفسخ. هون الالتصاق أنه شو ما صار بالحياة تفضي الحياة على أنه تتفسخ حياتك. ما تضل بكفية 100%. هلأ على الأرجح يعني عم بيعالج أو عم بيحط بنته على أمور ممكن تواجهها مع عائلة زوجها أو بمعارف زوج أو بالحياة الجديدة عم تفوت على المجتمع. فكيف بدها توفق بين شؤون البيت الكيان الواحد الجديد 100% الجديد وأمور الخارج. فهو حريص أنه تعمل المعادلة على أكمل ما يرام. بعدين بس جملة، إذا عرفتي أن تحبي الله بكل جوارحك. هيدي من أصعب الأشياء اللي قلتيها. يعني أنا المسيح الشغلي المن حب أبا أو أما أو ابنة أو زوجة أو أكثر مني فليستحق. إنه كانت عندي هالآية يعني مؤلمة جدا جدا. كنت قل له يا رب طب أنا ما شفتك قريت عنا كذا لحد ما صار معي شغلي ما حبيب هلا أذكرها. لا بدنا نذكرها. لا هلا ما حبيب أذكرها لأنه صرت أعرف قديش محبتي لله أكثر من عائلتي بدرجات بدرجات. اللي بيعرف المسيح وبيقعد بمحضره ما بقى يقدر يعيش بهذا العالم. بيصير هو معطاء. ما بقى فيه يعيش بالجسد. المسيح لما كان على الأرض كان يحكي أكثر الوقت سماويات. ما يفهموا. رجع يحكيهم بالأرضيات ما كانوا يفهموا. أمثلة. يعني أنا ما كنت أفهم. وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماوات. الذي هو في السماوات. شو بتوافقوا خليل؟ أكيد 100% 100% رح نوصل لمحل بعشرة مع الرب أنه ما نشوف إلا يسوع وحده. وهو مصدر تطلعاتنا وأمالنا، وعم نعيش كل يوم. المؤمن الناشد بالمسيح عم يعيش كل يوم تا يكون مع الرب يسوع المسيح بالفكر بالنفس وجسده. كل ما يصنعه في مشيئة الله يكون. المؤمن بده يوصل لمحل خلص الأمور التانية كلها بتفقد معناها لما تكون خارج المسيح. يعني هيدي نصيحة لكل المقبل على الزواج والمتزوجين بنقدر نعتبرها. شو نصيحة عم بقلنا بعدنا دية، شو نصيحة المنقولة آخر شيء لكل من هو مقبل على الزواج؟ أنه يرتب في المحبة الإلهية، يستقوا هذا الحب من الحب الأزلي. عم بيقول اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك في نشيد الأنشاد، لأن المحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظأ الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. أن ينظر إلى المحبة لأحبنا بها الله في المسيح يسوع، ساعتها بيعرف كل المعنى وبيشوف المعنى في زواجهم من هذه المحبة الأصيلة. أمين. صلاة صلاة صلاة. يسألوا الرب يخدم مشورته، لأنه المسيح بيقول الله بيقول استشروني أنا بخبركم بالآتيات. بعدين كل الناس ارتبطوا مع بعضهم بده يحبوا بعضهم، لأنه المسيح هو والله كله محبة. أمين أمين. يعني أنا بشكر وجودكم، بشكر كل النصائح اللي عطيتونا إياها، وكلنا بنطلب من الرب أنه يسكب كلمته بكل شخصين رح يتزوجوا ويعملوا كيان جديد، لأنه كلمته هي بتتغلغل بنفسهم وبيتغير كل جوانب حياتهم بيصير للأفضل، لأنه الرب يسوع إجا مشان يعطينا حياة
الأفضل. بشكركم. شكرا. مشاهدينا أنا بشكر مشاركتكم، بشكر سماعكم، وبتمنى من كل قلبي أنه كل واحد أخذ النقطة الدقيقة اللي هو بحاجة لها بحياته، والرب يبارككم. نحن بإذن الرب نشوفكم التنين المقبل الساعة 6 على الهواء، وتعاد هيدي الحلقة نهار الجمعة الساعة 10 صباحا. ورب يبارككم. وباي باي.